بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فتعالوا بنا نتزود إيمانا وهدى من مثل ضربه الله جل شأنه للحق والباطل في صورتين: صورة مائية وصورة نارية. وجاء ضرب هذا المثل في سورة الرعد بعد جولة مع أهل الباطل وبيان حالهم في إعراضهم عن الوحي، عن الحق. والإكثار من ذكر الآيات في الكون على الحق، والحق هو الله جل شأنه، وكل ما صدر عن الله فهو حق. كثرت الآيات في هذه السورة تؤكد الحق وتجلي وتعري أهل الباطل وتبين حقيقتهم. ثم ضرب الله هذا المثل وهو غير بعيد عن هذه الآيات المذكورة في السماوات وفي الآفاق والرعد وما يتعلق به، فقال الله جل شأنه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد هذا الذي يعلو ولا فائدة به، فأما الزبد فيذهب جفاء، جفأه السيل، جفأه ألقاه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. الصورة الأولى المائية هي هذا السيل، الماء النازل من السماء أنزله الله. وتصوروا أيها الإخوة واستحضروا نزول هذا المثل وهذه الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتبلغ هؤلاء المكذبين. فإذا ما ضرب هذا المثل بعد هذا الحشد من الآيات، فيقول هذا العربي من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، العربي الذي أعرض عن الهدى عن الحق وهو في الباطل منغمس في الباطل، فتأتي هذه الآيات ثم يأتي هذا المثل فيتشوف. هم عرب بلغاء يقدرون البلاغة، يتشوفون يتلذذون، وكانوا ينصتون إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات ربه. لكن الجاحد منهم يعاند ويكابر، لكنه يرجع ويستمع وينصت ويتلذل. لكن إذا كانت هناك حواجب من الكبر واتباع الشهوات التي تمكنت من قلبه، هذه الحواجب التي تحجبه عن الإذعان لرب العالمين. تصوروا هؤلاء العرب يسمعون هذا الكلام وضرب هذا المثل في سياق هذه الآيات. الله يصف ويخبر ويضرب المثل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهو يعلم هذه الصورة، يشاهدها منذ أن نشأ، منذ أن عرف وأبصر يشاهد هذا المنظر، نزول الماء من السماء ويضرب أعالي الأرض، ثم تكون الجداول ويكون تكون الأودية كل وادي يحتمل بحسب ما في وسعه، وهكذا قلوب الناس. لكن الآن هذا العربي ما إلى الآن لم يستوعب هذا المثل في هذه اللفظة حتى تكتمل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، نعم هو يشاهد هذه الصورة، وقد سبقتها ذكر آيات الله جل شأنه في الكون، فهو يعلم أن المخاطب هو الله الذي يقول هذا الكلام كما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، هو الله. لكنهم في شك، هل هذا من عند الله أم من عند محمد
أم شيطان ألقاه على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هكذا زعمهم. أم هو شعر، نوع من الشعر أبدع فيه، أم هو قول من البلاغة، بلغ من البلاغة ما أعجزهم فهم لا زالوا ينصتون ويتلذذون. فاحتمل السيل زبد الرابية، هو يعلم هذه الصورة، إذا جاء السيل وجرى فإنه يحمل فوقه هذا الزبد الرابي مرتفع ربع، ما مكونات هذا الزبد لا ينتفع بها، بقايا أشجار متكسرة وأشياء عالقة، وهذه هي التي تراها مع الزبد الذي يكون كالرغوة منتفش، وهذا الذي تراه العيون من السيل في أعلى السيل. فاحتمل السيل زبدا رابيا مرتفعا، رابيا مرتفعا، فاحتمل السيل زبدا رابيا. وأيضا ينقل إلى صورة أخرى، صورة أخرى وهي صورة المثل الناري أيضا، ومما يوقدون عليه في النار. فيلتفت بذهني ما هذا الذي أيضا نوقد عليه في النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عرف أن المراد هو هذه الجواهر الثمينة من ذهب وفضة ونحاس نحو ذلك، أن تسلط، هم يوقدون عليها النار حتى يظهر الخبث، ينفصل الخبث، ومن طبيعة هذا الخبث إذا انفصل أنه يعلو يخف فينفصل عن أصل الجوهر، وهو يعرف هذا الأمر، وربما لم يجد اقتراناً لهاتين الصورتين الموجودتين فيما يشاهده إلا في هذا الموطن وهذا السياق من كلام الله الذي يزعم محمد، وهو يزعم هذا أنه أن الله قاله فتكتمل صورتان مثلان في قضية واحدة. إلى الآن ما اكتمل المثل. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، الحلية تتزين بها النساء وتزين بها الرجال فيما يكون لهم، أو متاع، المتاع كما يستخدمون الأواني ونحو ذلك من الأدوات من الحديد أو النحاس أو نحو ذلك. كل هذا يكون بعد أن يعرضوا هذا الجوهر، هذه المادة، هذه المواد المستخرجة من الأرض أو من الجبال أو نحو ذلك، توقد عليها النار حتى لفترة طويلة حتى ينفصل ويربو. قال زبد ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، مثل الوادي. من الذي قرن بين الصورتين؟ ما كانوا يجدون تشابها في هذا حاضرا في أذهانهم، لكن هذا أيضا يعتبر بالنسبة إليهم كأنه لأول مرة تجتمع هاتان الصورتان، لكنها في قضية واحدة ومتفقة ومتسقة. ما النتيجة؟ زبد مثله. ثم يقول الله جل شأنه كذلك يضرب الله الحق والباطل، فيعلم أن القضية قضية حق وباطل، ويستنتج، يبدأ يفكر كيف الحق والباطل. الحق هو كما جاءت به بعد ذلك، قال الله جل شأنه فأما الزبد فيذهب جفاء، وهذا العربي يعرف، هذا الذي يرى السيل وما فوقه وما يعلوه من زبد أنه لا ينتفع به، يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، فيعلم أن المراد أنهم هم بمثابة هم ودعوتهم وما هم فيه هو الباطل، بمثابة هذا الزبد المنتفش الذي تراه في الصورة الظاهرة لكنه ليس بشيء، وسوف يزول سريعا ويبقى الحق. إذن فيه نوع تهديد وموعظة وتخويف. فيلتفت إلى نفسه ما الذي معهم وما الذي مع محمد عليه الصلاة والسلام حتى يأتينا بهذه الصورة البليغة جدا المعبرة، وأنه يزعم أن الحق معه وأنه الثابت وأن الباطل معنا وأننا مثل الزبد سوف ننتهي. يبدأ يفكر تفكيرا آخر ويعلم أن المسألة ليست مسألة استمتاع وقتي، سوف ينتهي، فيبدأ يفكر تفكيرا آخر حرا إن أراد لنفسه السلامة. فيستنتج أنه لا عبرة بالصولة، الباطن يجعل الله له صولة من الله جل شأنه. لماذا؟ لأن الله يدافع، الدنيا للامتحان،
والله جل شأنه يدفع هذا بهذا وهذا بهذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إذن هناك سنة ربانية المدافعة، لكن البقاء الأصل والنفع والخير والبركة للحق. فلا تغتر إذا ما رأيت انتفاشاً للباطل في لحظة من اللحظات، في فترة من الفترات، فإن الله يريد ذلك امتحاناً وابتلاءً وتمييزاً وتمحيصاً للناس. كمثل هذا المثل الذي مثل الله به للحق والباطل، فلا تغتر وإياك أن تنهزم، فإذا ما رأيت صولة للباطل فاعد، تذكر هذا المثل الذي ضربه الله جل شأنه، فهو بمثابة الزبد سرعان، وإن طال زمنه بالنسبة لنا فإنه سرعان ما يجفأ، وسرعان ما يكون إلى يصير إلى مصيره لا نفع فيه. والبقاء للحق وهو الذي أراده الله جل شأنه، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة، هذه من الأمثال المضروبة في القرآن لبيان الحق والباطل، عبارة وجيزة لكنها بالغة التأثير لمن ألقى السمع وهو شهيد، وهي فعلا توجز للإنسان وتختصر له القضية ويعلم ويقيس حاله إلى هذا، فهو بمثابة المعيار. هل أنا من الحق؟ هل أنا من أهل الحق؟ هل الذي معي حق؟ فيلتفت إلى نفسه فلا يجد إلا شكا، ولا يجد إلا ترددا، ولا يجد إلا شهوات ودعوات ادعاءات باطلة، ويعلم ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثم يلتفت إلى أصحاب الدعوة الحق فيجد أن الداعي الحق معهم، وأنه سوف يبقى، وأن الباطل سوف يزول وأهله، ثم تكون الكرة بعد ذلك ويكون الحساب، لا ينتهي الأمر. وارجعوا إلى الآيات بعدها فهي تبين مصير الفريقين. اللهم صل على محمد المعلم الناس الخير الذي بلغنا كلام ربه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.